حرية الرأي ما بتكون هيك، هيدا ما حرية رأي وتعبير. في فرق بين حرية الرأي والوقاحة، في فرق بين تعطي رأيك باحترام وتتوقحن على غيرك. كيف بتتلقى الوقحنة؟ خلينا نقول بتلاقيها برحابة صدر، الحمد لله. نادين نسيبنجين ترد على المتنمرين، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يهدد بالقضاء، وشاكيرا تطلب الحماية. رد قاس من نادين نسيبنجين على المتنمرين، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يفقد أعصابه بعد تقليدها، وشاكيرا تطلب حماية أبنائها. نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيبنجين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مجموعة صور لها ظهرت فيها بلقطات مختلفة وبدت في غاية من الجمال والأناقة. وأرفقت نادين الصورة بتعليق باللغة الإنجليزية قالت فيه: تنمروا علي بسبب هذه الصور، ألا يخجلون من أنفسهم؟ أين الإنسانية؟ وكيف يمكننا أن ندعم بعضنا البعض إذا كنا نعيش في عالم سام إلى هذه الدرجة؟ خاتمة كلامها بالقول: أيتها النساء، عليكن أن تدعمن أنفسكن وغيركن، كنا لطيفات، فهو أمر غير مكلف أن تنشرنا المحبة والدعم باستمرار. تعودت، أكيد تعودت، أنا صدقني تعودت، تعودت وتوقعت وبتوقع بعد أكثر وأكثر. وعن جد شغلة واحدة بتزعلني، إنه ما حد نوبري ستود. وفي سياق مختلف أثار مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ضجة واسعة بعد إعلانه اتخاذ إجراءات قانونية بحق أحد البرامج الخليجية التي عمد فريقها إلى تقليد شيرين بأداء أغنيتها جرح تاني مع تعديل العنوان إلى ضرب تاني، لينتهي المقطع بقدوم مقلد شخصية زوج شيرين الفنان المصري حسام حبيب ليجلس بجانبها ويمسك يدها ويهرب سويا. يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بالنص. وتعليقا على هذا المقطع قال إيهاب صالح مدير أعمال شيرين في تغريدة على حسابه عبر تويتر: اللي هقوله ده رأي شخصي، عيب جدا على قناة محترمة أن يطلع حاجة زي كده على فنانة كبيرة وعظيمة زي شيرين، وده تنمر وقلة أدب. مضيفا: أما كمدير أعمالها فأكيد حناخد الإجراء اللازم على طول. ومين اختار يعيش حياته؟ مين اختار يحب؟ وعلى صعيد آخر، أصدرت المغنية الكولومبية شاكيرا بياناً طلبت فيه من وسائل الإعلام حماية أولادها واحترام حقوقهم، مشيرة إلى أنها تثق بأنهم يحترمون القاصرين ولا تتوقع أن يعاني أولادها في الولايات المتحدة الأمريكية مع نوه في برشلونة. وجاء في البيان: عاش أبنائي ميلان وساشا عاماً صعباً للغاية، حيث عانوا من حصار متواصل واضطهاد من قبل المصورين ومختلف وسائل الإعلام في برشلونة، مشيرة إلى أنها تبحث عن حق أولادها في الخصوصية. وتابعت شاكيرا: هما قاصران يبلغان من العمر 8 و10 سنوات ويريدان فقط الذهاب إلى المدرسة والعودة منها، وهما يشعران بالأمان وراحة البال لعدم التعرض للكاميرات طوال الوقت. خاتمة بيانها بأنها تتقدم بطلب كأم تريد حماية ورعاية الصحة النفسية والعاطفية لأطفالها، وتريدهم فقط أن يعيشوا حياة صحية وسعيدة يستحقها كل طفل.